وينزل السماء عن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم ما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما بالظن من المشهور وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادوا يسطون في الذين يسطون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم شر من ذلك النار وعد الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يستفي من الملائكة رسله ومن الناس إن الله سميع بشير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا ارجعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا خيرا لعلكم تفلحون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وجاهدوا في الله حق جهاده وجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا يقول الرسول شهد عليكم وتكونوا شهداء على الناس وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.